عاصمة مرحباك العادة أخو فطوم خبيرة أبراج وتارو. اليوم باش نعملو توقعات الأسبوعية لبرج. برج شكون؟ برج الدلو. أهم الأحداث عند الدلو ليامات الدوبة. ليامات منين القراءة؟ من 3 حتىش ل 13 شهر 9. من 3 حتىش ل 13 شهر 9 توقعات للدلو. دلو يا دلو، حياتك العاطفية المهنية القراءة عامة. اسمك واسم ماماتك يا حلوين، تجي بحذايا يا حلوة وتحطي يدك على التارو تقولي اسمك واسم ماماتك وبرجك. القراءة الشخصية اللي خاص نص ليك، هذه قراءة عامة وما نجموش نعملوا توقع كيكا من بعيد 100% للناس. بلاش نوع حظي، اهو حظي هذايا التوقعات العامة. اسمها توقعات الشخصية، معناها انت تتحولين وتتفضلي بحذايا يا حبوبتي. يلا يا دل، هذا يا دل حياته العاطفية والعائلية. ما نعرفش علاش الدل والايامات هذوما حسيته هو في صراع عائلي عاطفي. 5 أيام جايين تقولوا يا انت يا دلو ظلمت شكون باش تتحاسب، او فما شكون ظلم الدلو في حياته العائليه والعاطفيه باش يتحاسب. بطاقه الورقه المحطوطه في الوسط هي بطاقه الكارما. الكارما تنجم تكون انا ظلمت شكون، سامحوني والله لازمني نقولها كامله على خاطر الورقه هذه بطاقه العقاب، خاطرنا اخطانا. اما مش انا ديما معايا ما نوجهش ديريكت للدلو على خاطر ينجم يكون الدلو، خاطر هو الايامات الكل والاشهر الكل الدلو تعبان، الدلو تضر في حياته العائليه، الدلو صار عنده انهيار عملي عاطفي صحي. هذيك علاش ديما نوجهها للخص للطرف الاخر، وهذه لهنا بطاقه كل حد اخطا باش ياخو عقاب، وهذه بطاقة الصراع ينتهي. ولهنا تقول البعض منكم فما كلامات غير صادقة بالمرة في حياتك العائلية والعاطفية. لهنا تقول هدوء ما قبل العاصفة، قاعدين نقصدوا انه فما توا هدوء سكون في حياتك العائلية والعاطفية، ولكن من بعد وقتين ينجم تصير فما كذب، خيانة، كشف أسرار، تغيير قرارات، انهيار في علاقة كانت تكون رسمية. هذا الكل توقع. توقع ماشي يا حلوين؟ ايه نجي انا لهنا لمجموعة اخرى اللي يقولوا لي احنا تحررنا باش نتحرروا في 3 أوقات باش نوصلوا للي نحبوا. قاعدة نشوف في مولودة الدلو الفتاة والمرأة تقولها انت مريتي بمتاعب كبرى، الان حان الوقت انك انت باش تفرح بعلاقة جديدة، باسترجاع العلاقة هذيك، براحة بالك يا دلو. رجل الدلو تقول له واخيرا تخلصت من علاقة متعبة بالمرة، وانت في العلاقة الصحية، فما لهنا النجوم دعم من ربي سبحانه لرجل الدلو انه هو يكون متوازن وبعيد على عائلة، على اصحاب، معناها هو وزوجته، هو وحبيبته، هو واطفاله، بعيد على هذه المجموعة. ماشي؟ ولهناش تقول هذه عجلة الحظ، ولكن هي تقصد حاجتين، يا فما علاقة جديدة، يا استرجاع علاقة قديمة، يا فما منزل، يا فما سفر، يا فما تخمام في استقرار في بلد آخر. أنا وعائلتي، أنا وحبيبي، أنا وزوجي، أنا مسافر بالك نتعرف على شكون، حاجة من نوع هذية. وهذه بطاقة الأفراح والاستقرار عند الدلو الجاي، ولكن من بعد ما مر بمداعب كبرى. شوف شو عمليا يا دلو، عمليا يا دلو مش بعد ما وليد الدلو قالت فما دعم من صديق او صديقة اقل مني سنا. الدعم هو الدعم عليه، لو جونا خدمة باش يسوسطونا في خدمة باش يعاونونا باش يساعدونا في عمل. هاي هي هذه بطاقة أقل منا سنا، أو احنا أقل منهم سنا. السنة دي عام عامين، راه مش برشا، تكون واضحة، يعني حد باش يعاوني في أموري المهنية،
من بعد قالت كشف حقيقة سر المرأة المقنعة هي مرأة مزيفة حقيقتها. عند الدلو كلها كاملة يا مرأة الدلو قاعدة لابسة قناع وتقنع في المجموعة العملية اللي معاها بشيء ما غير صحيح انها هي تحب تقنعهم به، لغاية عندها هي انها هي توصل للمكان اللي هي تحب عليه. وهناش قتل لا تتلاعبين بالنار يا مرأة ويا فتاة الدلو. رجل الدلو كل كون حذر من مرأة مقنعة مزيفة في مكان العمل أو شراكة مهنية، هذه المرأة ليست مستسلمة لحكمك أو لقراراتك. نهبط نحكي أنا بالسيناريو متاعي اللي أنا فهمته خير وفهمهولو. هذا رجل الدلو، رجل الدلو في مكانه العملي فما مرأة فما صديقة فما زميلة لابسة قناع، معناها هي تضحك لما قلبها يعني به ربي سبحانه، هي تضحك معك، هي صديقتك، هي زميلتك، ولكن هي غير صافية، غير ما هيش حقيقية قتلك، ماشي؟ تحيك لك أمرا، تحيك لك أمرا معناها غير أمينة بالمرة، غير متلاعبة، ما نعرفش أنا في أمور مهنية، مش ما نجمش ندخل نغوص برشا في الورقة، ولكن حاجة هكا، لأنيش قلت قتلك فتح عينك. رجل الدلو فتح عينك لانتو راجل مهني على خاطر فما شكون قاعده تسعى ليسم عليك هلاكك في الامور العمليه والماديه، وهي اقرب شخص لك، معناها شخص تقول انت مستحيل مش هادي لازم تمشي تحكي في الموضوع هذا مع الشخص الغلط اصلا، باش تجيبها قدام تقول شوف اش قالوا لي زعما شكوني، وهي تبدا هي دونك ركزوا شويه وما تحكيوش اسراركم، لموا الموضوع. فتاة الدلو ومرأة الدلو قتلها، انت تجري وراء اوهام، الهدف ليس في يدك، بالك يا حبيبتي ويا اختي ويا عزيزتي الغاليه يا مولوده الدلو تبحثين على مكان عمل ماهوش متاعك. سامحيني والله لا غالب، والله لا لازمني نتكلم باللغه هذه، لازمني نوصل لكم المعلومه بالطريقه هذه. معناها انا مثلا كل زعمة 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 نفك علينا، بس ما نحبش نمشي لخدمة معينة باش نكون أنا نخدم ولا نشتغل في مهنة معينة ونحب نخدم خدمة أخرى، أنا في نيفو نحب نمشي في نيفو آخر، أنا في مرتبة نحب نولي في مرتبة أخرى، لازم فما تدرج باش توصلي. أنت تحبي تيري وترفرفي وتحطي في هذا المكان، قتلك لا يلاعبك الشيطان يا حلوة، وفما صعوبات لهذا الشيء. قلت ولا ما قلتش؟ قلت. البعض الاخر شكون امين؟ قلت لهم محلي، قلت لها عندك شهرة، عندكم شهرة، عندكم نجاح، عندكم فرحة، عندكم انتقال، فما العمل والعمل الاخر، معناها يعني انا نخدم ونخمو في خدمة اخرى، هذه هي بطاقة مشاريع جديدة وشراكات ناجحة في الامور المهنية، معناها مش الكل سلبي، فما الايجابي، ولكن كل حد ياخذ حاجة اللي هو ينتظر فيها وهو يشوف روحه وين وين يا سي الدلو. النصيحة، نصيحة عند الدلو، نصيحة عند الدلو في الأمور العاطفية. الحقيقة تقول فما عودة حبيب من الماضي بمكالمة هاتفية أو بمسج، ولكن هذا الحبيب مش يكون صديقه بس يا حلوة، ما هوش راجع مش يكون حبيبك، مش يرجع جزء صديقك، وانت مش تتقبلين ذلك. في الأمور المهنية تقول هذه بطاقة الأسفار والقبول والتغيير الجذري في حياتي، وفما راحة بال كبيرة عند الدلو حب في الأمور العاطفية ولا المهنية ولا حتى الصحية. فما الشفاء لبعض مواليد الدلو مرأة ورجل من أي طاقة سلبية، والبعض الآخر تقول الرحيل هو الحل، شكك في محله، ولكن عليك بطلب دعم من المرأة المناسبة أو من الشخص المناسب، على حد أنت تثق فيه يثق فيك، لازم يكون مش نطلب دعم من شخص نحبه ويحبني ويحب لي الخير،
مانيش شاك فيه، مانيش نقول له عاوني وعاونيني ونقعد نخمم، ماشي هكا. شكون اخر يا دار، ان شاء الله يا ربي يوفقك في حياتك. باي باي.